ممكن ادخل؟ اه طبعا اتفضلي. ممكن اجيب لك حاجه تدفيكي؟ أعرف أني سوف أتلقى تأنيبا عنيفا لأني خالفت التعليمات، ولكني لم أستطع أن أسمع كل هذا الذي سمعته ثم أقف أمامه مكتوف اليدين. ومنذ الاعتداء على قطاع غزة وانطلاق موجات الفدائيين إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، والكل في حالة هستيريا، والشائعات تملأ البلد عن أشياء غامضة وغير محددة. سمعت أن شيمون بيريز سكرتير وزارة الدفاع الإسرائيلية قام بعدة رحلات سرية إلى فرنسا تحت أسماء مستعارة، كما يقال أن مفاوضات سرية تدور بين إسرائيل وفرنسا لشراء طائرات المستير. الحديث في كل مكان عما سوف تفعل أمريكا والبنك الدولي تجاه تمويل السد العالي الذي يرون أن بناءه يشكل خطراً حقيقياً على إسرائيل، والكل يتحدث عن ضغوط لا بد أن تبذل في الولايات المتحدة لإلغاء المشروع كله. زي ما أنتوا شايفين الرسالة ما فيهاش أي جديد على الإطلاق، يعني كل الكلام ده بيتقال في الجرائد الإسرائيلية والأوروبية، وأي حد بيزور إسرائيل ولو زيارة قصيرة ممكن يسمع الكلام ده في القهاوي والقعدات الخاصة. حتى هو نفسه بيقول سمعت، قيل، يقال، إشاعات. هو ده الملفت للنظر يا سلطان. يعني إيه يا نديم؟ هو 313 بقاله قد إيه في إسرائيل؟ حوالي 8 شهور. الملف بتاعه بيقول إيه؟ للأسف الملف بتاعه ما فيهوش تفاصيل كتير عنه. يعني إيه؟ يعني بعض الخطوط العريضة عنه، ميعاد السفر، وسيلة التعارف، الوصية اللي سابها قبل ما يسافر. فيش أي حاجة عن حياته، عن مستوى تدريبه أو طبيعته؟ كانش سهل كل ده يتعمل يا نديم. مين اللي دربه؟ محسن ممتاز. محسن زي ما انت عارف كان عنده مليون حاجه يعملها، ورأفت كان واحد من المسؤوليات الكبيره اللي عنده. طب ما هو بالشكل ده بقى يبقى الحكم عليه او على تنفيذه للاحتياجات المطلوبه منه يبقى صعب وما فيهوش عدل. بالنسبه للاحتياجات ما كانش فيه غير احتياج واحد بس هو اللي انطلب منه. ايه هو؟ اخر تعليمات اخذها رأفت قبل ما يسافر، سواء من محسن او مني انا شخصيا أو حتى مننا إحنا الاتنين في آخر لقاء معاه في روما، كنا بنأكد عليه إنه يهتم بتوطيد مكانته في المجتمع الإسرائيلي. يعني محدش طلب منه أي احتياجات. بالعكس، كان المطلوب منه إن لو المعلومات جت لحد عنده يديها ظهره ويمشي. وهو ده اللي خلاه يقول في أول رسالته إنه عارف إنه هتلقى تأنيب؟ بالظبط كده. الحقيقة هو ده اللي قلقني في الموضوع. قلق ليه يا مصطفى؟ اللي أعرفه عن ديفيد واللي عرفته من محسن إنه شديد الحرص. اللي يخليه يتخلى عن حرصه ده ويبعت رساله بالشكل ده رغم التعليمات الواضحه اللي عنده. تفتكر ايه السبب؟ ما اقدرش اقول غير ان في حاجه ملحه هي اللي دفعته للتصرف ده. طب ما تبعت تطلبه وتشوف ايه الحكايه. صعب دلوقتي يا نديم. ليه؟ لانه خرج من اسرائيل من كام شهر، والنشاط السياحي فيها دلوقتي ما يسمحش انه يسافر تاني، خصوصا بعد العدوان على غزه والتوترات اللي موجوده حاليا على الحدود. يبقى ما فيش قدامنا غير حل واحد. ايه هو؟ إننا نسرع في علاج مشكلتنا هنا الأول. مسألة فعلا بقت محتاجة العلاج سريع وحاسم.